السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز والجماهير لايستر سيتي، وين تحل لأيام رياض محرز بعد ما شاهدنا رياض محرز وين نقولوا باللي رياض محرز وين هنأ لايستر سيتي، يعني هنأ لايستر سيتي، هنأ رئيس تاع ابن الرئيس السيتي، الجماهير سيتي، وين جماهير سيتي وين تكلمت على رياض محرز، وين يعني دائما يتفكروا خاطش عليه. تروح نابولي ما ينساوش مارادونا، تروح نابولي ما ينساوش مارادونا، هذه هي، تروح نابولي ما ينساوش مارادونا، تروح لايستر سيتي تقول للالجيري يقول لك محرز، يقول لك رياض محرز، ما كاش رياض محرز، ما كاش منها كاع منها، يقول لك باللي يكرهوه وما ما يبغوش وصفروا عليه، جامي 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 جامي. رياض محرز وين اللعاب اللي محبوب في لايستر سيتي ومحبوب في انجليزي، يعني وين لعاب فنان، صاير كي شونتير، يعني فنان شونتير، يعني عنده شعبيه جارفه في انجليز. الناس اللي يبغوا البوله، الناس اللي يبغوا البوله، ناس تاع بوله يبغوا البوله، وين رياض محرز دائما وين شاهدنا كيفاش، يعني وين يعني وين خلى البصمه تاعو، وين فانيك ان شاء الله بربي يا ربي، ويجيب تشامبيونز ليغ، ويخلي يعني البصمه تاعو وتكون في التاريخ، اول جزائري اللي جاب كوب دوروب تشامبيونز ليغ مانشستر سيتي يكون رياض محرز ان شاء الله يا ربي، خاطش عليه باغيينه يدخل من الباب الواسع. رياض محرز من الباب الواسع، رياض محرز باغيينه يخلي ذاكره، يخلي اسمه في الذاكره تاع لي زونغلي، يدخل في كيما نقولوا حنايا كريستيانو روني، يعني بزاف اساطير اللي فاتوا، محرز يولي يحسب مع الاساطير في انجليز، يعني وين محرز وين التريكو تاعو في لايستر سيتي ما ينقلعش، يضربك صاي يقدر يقول لك دخل في الاساطير تاع النادي. محرز نتمنى وفانيك يكون هو حاسم فينال، خاش بزاف كان يقول لك باللي غادي بالك ما يلعبوش، بالك من بالك يا ولدي غادي يلعب، انتم ماكم هابيل ولا ماكم، غادي يلعب رياض محرز، ورياض محرز غادي يكون هو المفتاح تاع الاخر في جيبه، هو غوارديولا يقيسها في الاخرى، منا غادي ما نلعبش والناس عم تاكلين، يعني وين يعرف كيفاش يموتيفي اللعابه تاعها، يعرف كيفاش يخدم اللعابه تاعها. على هذيك حنا نسمعوا هنايا كيفاش الانصار تاع مانشستر تاع لايستر سيتي كيفاش تكلموا على رياض محرز، يعني بعد التغريده اللي دارها رياض محرز في الصفحه تاعو، نسمعوا كيفاش. تاع مانشستر سيتي هم هنايا، تاع تشيلسي، تاع قال لك قلت لك مانشستر سيتي، واه تاع مانشستر سيتي، تاع مانشستر يونايتد، تاع ارسنال، تاع يعني يتكلموا على رياض محرز، انصار سي محمد. Je pense qu'il a été élu meilleur joueur de
championnat. Je pense que c'est mérité. C'est pas pour rien, il a travaillé dur. Et vu son parcours. Best player in the Premier League. Player of the year. Player of the PFA Player of the Year. Voted for by his peers without a shadow of a doubt. Yeah, the best player. Everyone wants him in their side. I think it's absolutely amazing. It's amazing for an Algerian coming to the team and just completely shy. Mahrez is brilliant. He is the greatest thing we have ever seen. We're going to win the league. You know you won't believe us. You know you won't believe us. You know you won't believe us. We're going to win the league. عقم شتو بدون مجاملة نقولها ونعودها محرز يكتب تاريخ في الدور الإنجليزي يعني بدون مشي ميجاول دبلادنا ولا رانا نحضرو كي معك محرز يكتب في تاريخ في الدور الإنجليزي يعني بعد ما زاد له 5 سنين على الأقل 5 سنين وين غادي يكتب يزيد مازال محرز مازال محرز مازال 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 محرز مازال ما قدم والو هذا صوالح محرز راه مادي 50% رجعتو العام الجاي ورجع العام اللي عليه ان شاء الله ربي يطول الاعمار ونشوفو تشوف رياض محرز شي غادي يدير وين صنع النجم الجزائري رياض محرز الحادث يعني بعد تتويجه للمره الثالثه باللقب الدور الانجليزي وين كان محرز قد توج للمره الثانيه مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضيه بعد خساره مانشستر يونايتد امام لايستر سيتي هذا التتويج الثالث من نوعه للنجم الجزائري يجعله ثالث لاعب افريقي الاكثر تتويجا باللقب البريمير ليج يعني محرز دا زوج دا وحده مع لايستر سيتي يعني فما كوين حقق نقولوا معجزه يعني الناس اللي ما كانتش تقارع باللي رياض محرز غادي يفوز بهذا اللقب الناس اللي كانوا دايرين باللي الناس من محرز ربح قال لك لا مانشستر وقال لك مانشستر سيتي مانشستر يونايتد توتنهام ليفربول تشيلسي ارسنال كان عندهم مشاكل وكانوا مقيلين خطرة قال لك واحد قال لك كانوا راقدين قال لك محرز مديها الناس كانت راقده اليوم نقولوا باللي محرز يعني معروف محرز هو اللي معروف وين جانا كيفاش حتى المدرب تاع اسبانيا تاع المنتخب الاسباني وين مدح رياض محرز وين تحدث عليه وين قال لهم بلي وين اشاد المدرب المنتخب الاسباني لويس اريكي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز وصف اياه باللعاب الرائع رفقة يعني محمد صلاح رياض لا مثيل له وين سألنا كيفاش وين سألوا المدرب أريكي ما رأيك قل وين سألوه قالوا له ما رأيك ارتباط أسماء بعض اللاعبين العرب مثل رياض محرز وصلاح باللعب في الليغا لريال وبرشلونة وجاء إجابة المدرب البارسا السابق هكذا من الواضح أننا نتحدث عن لاعبين رائعين حققوا نجاحات كبيرة في أوروبا لكنهم حاليا يقدمون أداء رائع مع أنديتهم أختو الناس كيفاش تتكلم الناس كيفاش تعطي يعني نقولوا بلي يعطوا صورة رياض محرز كيفاش عطى صورة يعني اللعاب المثابر اللعاب اللي قدم لعاب اللي شأنه كيفاش وين أبناء الحي تاعو في فرنسا وين تكلموا على رياض محرز قال لك هو تبدل قال لك تبدل في اللعب طور في اللعب قال لك بصح العقليه تاعو قال لك ما قاعد رياض العقليه تاعو قال لك قاعد رياض ما وين فانيك باش ما ننساوش وين رياض محرز في قائمه العشرين لاعبين المرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم السي محمد راه بارمي لي 20 ومن بعد يزيدوا يتريو ومن بعد تولي في العشرة ومن بعد تولي في الخمسة هذه باش يكون على بالكم تروح 20 10 5 راه مرشح يعني بقوه حنا وين رياض محرز وين تلقى اشاده كبيره يعني باش ما ننساوش رياض محرز اللي تلقى اشاده كبيره من عند ديزونترينير مدربين عالميين لاعبين عالميين اللي هما يروحوا يصوتوا كيما كريستيانو موديل كابيتان ديكيب تاع البرتغال يروح يصوت المدرب تاع البرتغال وين يتكلم على رياض محرز على المنتخب الوطني يروح يصوت تاع اسبانيا يصوت يعني الله ان شاء الله يا ربي حنا ما نسبقوش الاحداث
كان اللي راه يقول لك باللي يودي عمير نهضر على فلسطين غادي يقلعوه غادي منا، حنا ما تمناوهاش خاطش هذه كرة قدم، كرة قدم تعلمنا الروح الرياضية، التعارف ما بين الشعوب، هذه هي حاجة أخرى ما نعرف. على ذلك نتمنى له النجاح إن شاء الله بربي.